هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. تحياتي إخواني وأهلا بكم في هذا المباشر لبرنامجكم تكتيك على أوريزون تي في وكذلك لو سيت انفو بالعربية، يعني بطبيعة الحال تقدروا تتبعونا خلال هذا المباشر. نذكركم أنكم تقدروا تتبعوا آخر أخبار ومستجدات الصحة الرياضية الوطنية والدولية من خلال موقع 3W يعني www.siteinforiada.ma. تحياتي لكم وأهلا بكم، كنتسنى يكونوا مع الإخوان. غادي يكونوا معنا اليوم في الحوار جوج صحفيين، واحد مشهور بمتابعة ديالو جميع أخبار، وكذلك إلى شتو آخر أيام جميع أخبار خاصة فريق وداد الرياضي كانت كلها سبق وصحيحة، سي محمد أمين المتبر اللي هو رئيس قسم الرياضي بموقع طبيعة حال إسبريس وكذلك ما يعرف به سبورت، وكذلك سي يوسف الشاني اللي غيكون معنا في الجزء الثاني من البرنامج. نهضروا على الديربي من شقين، من الوداد قبل أثناء وبعد، والرجاء كذلك اللي راجت مجموعة من الأمور. أين أبرز قضية راجت لما فهمت فاول يعني بزاف الناس كيرسلوا فيها زريدة 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 هاد المسائل. أولا القضية ديال التواطؤ، شي ما كاينش الناس في الجامعة ما غيتواطؤوا ما غيديروا ما غيفعلوا. بعد ما تسقسينا بالناس وعرفنا الأخبار اللي قال لنا واحد الطابلو راه عند السي محمد الوحيرة غادي يعطينا من بعد باش نعطيكم البرمجة الجديدة والبلاغ الرسمي الخاص بعد الاجتماع اللي كان اليوم للتذكير فقط اللي كان ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية مع رؤساء الأندية على ضوء تواريخ الفيفا ونهاية الدوري بقسميه الأول والثاني، فتدار بلاغ وتحدث تواريخ والتعطات ونتمنوا يكون الاحترام ديالها بطبيعة الحال. زريدة وخدا ورقة صفراء الرابعة ديالو مع نهضة بركان باحتفال خارج عن لباقة، طلع فوق الكرياج مع الجمهور، انا داك فاش مسجل هدف التعادل وعطاه رضوان جيد صفر وكانت صفر الرابعه، ومن بعد الى بيرجي هذه القضيه هذه ضد اولمبيك اسفي، انه ما لعبش ضد اولمبيك اسفي، ومن ثم استنفذ العقوبه وكان له الحق في انه يلعب. هذا هو التفسير اللي تعطانا مع الناس ديال فريق الرجاء الرياضي. ابري الى الوداد الرياضي شاف بان هذا الشيء ماشي تفسير مقنع وماشي منطقي، فمن حقه يمشي ويدير لا ريزيرف ديالو ويتبع المساطير القانونيه اذا كان هذا الامر صحيح، مع انه نعاود نقول لكم بمعرفتي الدقيقه بالرجل جل من ليسو، الناس كلشي تقدر تخطا في العالم، انما نورمالمون كاتب اداري في العالم في جميع الفرق او المكلف بالاوراق الاداريه كيكون عنده خدمه واحده، لا ليسونس لي ليسونس جوور لي ريزيرفاسيون الكروت الصفراء الحمراء المسائل هذا، ثم ورقه المقابله، المسائل اللي عندها علاقه بالتفاصيل الاداريه والتقنيه الخاصه باي حاجه تدور بالمقابله، هذا هو الخدمه ديال المدير الاداري للفريق. والطنطاوي مشهود له من احسن الناس ومن اكثر الناس كفاءه في هذا الموضوع، وثبت هذا الشيء في مجموعه من المناسبات بطبيعه الحال. دونك هذا بخصوص هذا الموضوع، اي مستجد يقدر فريق الوداد الرياضي، كاين هناك المساطير الاداريه والمصالح الاداريه الخاصه بالجامعه وكاين لجان يقدر يمشي ويتبع المسائل ديالو ويشاف بان الامر ماشي هذا هو التفسير، هذا فقط المعلومه كيفاش علاش وقتاش هذا ماشي موضوعنا بطبيعه الحال. بخصوص التحكيم قلت بانه بطبيعه الحال غنتصلوا بالسي موجه، اتصلت به لقيت السي موجه مريض وراه الكذوب على الموتى، السي موجه راه قلنا كاع الناس كتعرف البروفيل ديالو، قال لي ودي انه مريض وما تبعش حتى المقابله ما تبعش مزيان، وعندنا اليوم اثنين نرجعوا لها بالنسبه للحالات اللي خلفت نقاش وجدل، خاصه الحاله اللي كان فيها شك في لمسه يد ديال مثلا سند الورفلي. الصوره تعطتنا الكاميرا بطريقه مباشره صعيب تبين، من بعد كان هناك صور انتشرت في وسائل التواصل، ما نقدرش نقول لك بان سي دي فوتو كي سون با فيابل، يعني كيقدر اي صور تقدر تلعب فيها، اي واحد يقدر يلعب فيها. من بعد جا واحد الفيديو بواحد لونجل عرضوه الاخوان بطبيعه الحال، لا كندوي على سند الورفلي اسي بطبيعه الحال، على جات الفيديو ديال سند الورفلي تيبان بانه قاست كره على الجنب ديال كرشو. هذا المسائل كلها غنعاود نقول بانه المخولي هضر فيها لان اللقطه كانت صعيبه ومشعبه وكتعرفوا لو كانت لقطه باينه واضحه غنجيو كلا اللقطه كانت كذا وكذا. هي واحد الورقه خاصه بالمباريات اللي فازين لي زافيرتيسمون ولي زافيرتيسمون الخاصين بزريده بطبيعه الحال، انما غنعاود نقول بانه إذا شاف الوداد الرياضي بأنه تضرر حق الوداد وتضرر حق الفريق وأنه خصو يمشي فله الحق في ذلك، وعلى حسب ما عرفت بأنه
فريق الوداد الرياضي بعث استفسار باش يعرف الوضعيه الاداريه ديال زريده، وتم جوابه بهذا القضيه رضوان جيد بان تلقى بطاقه صفراء وكانت في اطر الاحتفال ديالو انه مشى للكرياج، ومن ثم تعطات الورقه الصفراء. المشجع والمتتبع شنو تيتبع؟ تتبع فقط اللي كيبان له في الكاميرا، تعرف شنو وقع في ورقه المقابله. يعني كاين كره بعض المرات كتعطى في مستودعات الملابس، لان يعني الحكم هو سيد الميدان قبل ما تبدا المباراه بوقت و اثناء الشوطين وبعد نهايه المباراه بوقت محدد عطي عليه القانون، تيكون هو سيد الميدان، عنده اكثر عنده 30 دقيقه تقريبا سيد الميدان، يطرد اللي بغى ويخلي اللي بغى بما فيهم كل من يتداخل في الملعب حتى لو كان امن. حكم الحق في ماتش يقولوا حيد عليا هذاك من هنا، كحز عليا دابا هذا دابا هنا. الناس بزاف تعرفش هذا الشيء بان الحكم هو سيد الميدان، تيكون هو الحكم، قانون عطيه هذه السلطه هذه، لانه هو اللي عنده الصلاحيه ملي كتوصل الى شتو. لما جات هذيك القائده الخالي في كانت المباراه ديال وداد تبارا والكاك، عاد مشات عند هذا ولا عيطت لشي واحد في التليفون، مشات مباشره للحكم قالت له الله يخليك هذا الماتش يوقف، حنا ما عندناش الوضعيه الصحيه ديال اللاعبين، اشتروا. والحكم لما استشر مع المندوب وقال له هل هادو، قال له ودي راه ما عنديش جواب شافي، وقف الماتش. ومن ثم كانت تتمه المقابله، اعاده تتمه المقابله من بعد. مشات هادشي واحد. دونك هذا هو اللي كاين. شنو هي في طاقه التحيه دي؟ عطيتك المعلومه انا واش انا اداره اخويا انا وداد؟ وداد لها الحق تمشي فيما بغات. الا شافوا بانهم خصهم يمشوا يقلبوا شنو بغيت انا نقول لا انا عطيت الصفراء. لا طاقه التحيه دي حيت انت ما تبغيش الرجاء ولا دخلش انا في هذا الشيء، انا قلت كلام العكس. انا ما سمعت زيد التليفون الله يخليكم، هاد الناس كيقولوا كذا، قال سيدي عنده كذا وكذا وكذا وكذا، والى بيرجي الماتش اسفي وانتهى النقاش. هذا راي الدراجه كيقولوا كذا، وحنا ما عندنا حتى مشكل في هذه المساله، واللي متضرر خصو يمشي للمساطر القانونيه. واش انا جاوبتك؟ جاوبتك الجواب ديال الناس الاداريين ديال فريق الرجاء الرياضي وانتهى النقاش. Tu ne vois pas que le Raja a perdu deux points précieux, avoir bientôt la vue, le calendrier. Hachi, on va voir avec Youssef Chani, Inch'Allah, le Moumkin, il y a un hakam, ça a fait ma. Oui. Aïe, Haja, il faut que ce soit le cas de Meydan. Le hakam, chef, il y a un adhlet, ou tu dhlet le dof, il y a un hakam, il y a un hakam, il y a un hakam. Il peut dire, il y a un hakam, il y a un hakam. Qu'est-ce qu'il y a un hakam? Il y a un mendoub ou un muraqib, ou qu'est-ce qu'il y a un hakam? Il y a un hakam, les bandes de touche. في المدربين، فهذا يمشي عندهم مباشره. ملي كتكون شي حاجه ما وراء دكه الاحتياط، تيمشي عند مراقب المقابله والمناديب، تيقول لهم الله يخليكم كذا وكذا، هذا يحيد هذا يحيد. هذوك الناس كيمشيو عند السلطه المخوله، ولكن هو اللي تيتحكم في اطوار المقابله، لا الاداريه والتقنيه ولا ما يدور داخل رقعه الميدان. ما يخشش فيها الشك هذه. نادي الرجاء لم يسبق له ارتكب خطا تقني، لانه دائما يتوفر على كفاءات. واو انا فقط قلت المعلومه، وانا ما غاديش ندخل في هذه الاختيارات والحياديه، حيت قلت له لا راه ما ما داخلاش في هذا الموضوع، مع احترامي الراي ديال السيد فقط. ما تلعبش معايا انا ديربي، ديربي عندك مع الجماهير وهذا وهذه، وتحكم مع راساتك ونشط. ما كاين حتى شي مشكل بطبيعه الحال. غادي وراء المستحيل فريق يسير شخص واحد يربح فريق عنده مكتب كله محامين. لا الخطا وارد، الخطا هي طبيعه انسانيه، الخطا هي طبيعه الانسان. هل تتفق معنا رحيم شكل شل حركه مالونغو رغم فارق البنيه والطول والدليل وانه بمجرد اصابه رحيم سيبدانا مالونغو قام بثلاث محاولات على المرمى؟ صحيح ان القامه تلعب دور، لكن الذكاء والحرفيه يلعبان دور اكبر، وحتى يوسف رابح كان قصير القامه ولكن من اجود مدافعي البطوله، كي انت هو كان عنده مشكل في ديالو، كي كان عنده بون ديتونت. لا اتفق. الوقت اللي بدا كيوصلوا الكرات المالونغو الرجاء بدلت الطريقه ديالها، دازت من 4 3 3 ل 4 2 3 1 بطريقه هجوميه، ولاو طرفين الملعب مهاجمين اللي هما بالحليب، وحداد كيدخلوا ويضموا تيمشيو ويدريبلي ويدخلوا يديروا البروفوكيو، كيجي موراهم تيفتح المساحات الحافظ وتيخرج جناب بطريقه مزيانه، ومطيب ولا كيمشي ويساند المهاجمين بطبيعه الحال، وهذا شكل ضغط على الوداد، ومن ثم بدات كتبان. ولو كان رحيم مع احترامنا له بانه ادى ما هو عليه في المقابله وتصاب، نتمنى له يكون بخير وعلى خير. رايي وقلت ما مشيت، ما عندكش حق، قلت اودي انا اتفق معك فقط.
سي امين يمكن جبت معطل في الفعل الزريده ضحيه خطا اداري من جهه حمله غير مؤسسه على دليل اداري. ممكن القضيه عطيتك المعلومه وهي تحتمل الصواب والخطا مع وجود اهل القانون. انا قلت شنو كيقولوا اداري الدراجه، تيقولوا هو خدا صفراء فاش بدا الاحتفال ومشى لي كرادان وطلع فوق الكرياج وعطاه جير صفراء انا ذاك، وعندهم مسائل ديالهم ومتيقنين ولا بيرجي مع اولمبيك اسفي. واذا كان الوداد متاكد من العكس فهناك المساطر القانونيه فقط. هذا بما يخص المعلومه. ما كتشوفش اخي امين المواقع التواصل ساهمت بعدم بعيد المعارضين الجماهير خصوصا مالونغو كل قل اللي يعطيه الكره علينا نتقرا الاراء ديال الاخوه والاخوات. غنتصل بسي محمد امين متبار. سي محمد امين متبار غيكون معنا بعد قليل لان الديربي تعبت في اشياء قبل اثناء وبعد المقابله بطبيعه الحال. هادشي غادي ناخذو مع سي محمد امين متبار ان شاء الله بعد قليل بخصوص الجانب ديال الفريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي اللي نقدروا نقولوا بانه خرج مستفيد الى جانب تبارك الله من المقابله. علاش؟ لان الوداد اولا ما مشاش بقى عنده نفس الفارق النقاط، ثم يرى المتتبعون بان الجدول ديال الوداد هو افضل او اسهل او اقل حده من الجدول اللي باقي عند الرجاء في المباريات المتبقيه. هذا ما يقال ويشاع على الورق. واش هادشي غيكون هو حقيقه الميدان؟ الله اعلم. حتى واحد ما غيعرف غير المباراه اللي تقدر تعطيك بطبيعه الحال. معنا كما قلنا رئيس قسم رياضي بطبيعه الحال بموقع اسبريس والصحفي الرياضي سي محمد امين متبر. اهلا سي محمد امين. اهلا سي محمد امين حميد، مرحبا بك ومرحبا بالزوار ديال موقع اوريفون وكذلك لو سيت انفو سبور، ومرحبا بالمشاهدين والمتابعين الكرام. شكرا انك معنا سي محمد امين. سي محمد امين اللي كناش تلاقينا في سفر منذ لقاء الصوتومي، كنا لعبنا واحد المقابله مع وما خدعونا وما جابوش صحفيين. بعد عرفت القضيه بانهم هما جابوا لعابه كيلعبوا في بريمير ديفيزيون تما. هذا هو الواقع، جابوا لعابه وكانوا باين اللياقه ديالهم كانت عاليه جدا اللي لعبوا معنا، وحنا تصابينا قبل ما انا وياه تصابينا قبل ما يتصاب المنتخب. مشينا عند الهيفتي قلنا له ودي قلنا انتم توعدتوا قبل ما نلعبوا حنايا انا ذاك. بطبيعه الحال سي محمد امين متبر شكرا انك معنا. كنت سي محمد امين متبر بين اكثر الناس اللي اخبارهم كتكون دقيقه بمصادر قويه خاصه اخبار فريق الوداد، وذا تبعنا خير الايام. كنهنئك وكن تنحتك على العمل اكثر، وكنشكرك انك كتسقى مصادر صحيحه جدا الاخبار ديالك الخاصه لا بانتقالات لا باشياء اللي كتكون صحيحه 100%. فلانه تبارك الله عليك ونتمناك التوفيق ومزيد من التالق والنجاح بطبيعه الحال في العمل ديالك. شكرا جزيلا. امين، قبل الوداد سربت او لا اعلنت بطريقه غير مباشره عن صفقات، هل كان له هذا بامتصاص ضغط الديربي؟ باش كتفسر هذه القضيه دي بطبيعه الحال اللي كانت حيت الديربي كان عنده ما قبل واثناء وما بعد. تفضل. انا شخصيا ما كنظنش بانه من اجل امتصاص الغضب، لان سعيد الناصر رئيس الفريق يعني قبل فتره كانت عنده خرجات اعلاميه عديده واكد شحال من وحده بان كاين انتدابات قويه جايه في الطريق، وهذا الشيء اللي بدينا كنلمسوا يعني. حتى بالنسبه للاسماء اللي اكيد ان باق ما ظهرش، يلا تقريبا على حسب المعلومات اللي عندنا يلا 50% ديال الانتدابات ولا 60% اللي كاين لحد الساعه باقا انتدابات اخرى. اللي سمعت انه غيتوصل من 7 حتى 8 الاسماء، هذا هو اللي سمعت تقريبا قبل شويه ربما تكون 6 لا 7 حتى 8 تقريبا فوالا. دونك انا ما كنظنش انه من اجل تصريف ازمه ولا من اجل امتصاص الهضاب، خاصه ان احنا كنعيشوا مراحل حاسمه في نهايه الدوري المغربي وكذلك مسابقه كاس الابطال الافريقيه، واي انتدابات فهي مؤجله لما بعد. انا بشكل شخصي فغالبيه الاخبار اللي جبت في انتدابات ديال فريق الوداد الرياضي ولا كذلك فرق اخرى بحال صفقه بانول اللي مرشح انتقال الفريق الاهلي المصري، فغالبا ما كتكونش من مصادر ديال الانديه يعني. الشيء اللي انا تخليني نقول ان ربما ما ليست من اجل امتصاص الضغط ديال لان هذا هو كيفاش تم تفسيرها، لان تسربت بواحد الطريقه قبل الماتش يعني بحال كانوا متخوفين من المقابله فبقاو يمتصوا الغضب ديال الجمهور بهذه الطريقه. واش هادشي كان هو الواقع؟ هذا بتدعو على ما قبل اكيد انا لمست هادشي من خلال تعليقات حتى ديال الجمهور الودادي ولا الصفحات ولا مواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك تخوف كبير يعني، وكان ربما البعض كيتوقع واحد الهزيمه مدويه امام فريق الرجاء الرياضي، ولكن كما شفنا المباراه فكانت مباراه متوازنه، وكاع دوك التوقعات اللي كانوا فهما كانوا توقعات خاطئه.
ربما اكيد تسريب ديال المعلومات ما غاديش يجي عاوتاني اعتباطا في هذا الوقت بالذات، اكيد ان كل رئيس وكل مسؤول ديال الفريق حساباته الشخصيه وكيعرف كل حاجه امتى يقدر يكملها، لان المفاوضات ديال الكعبي ماشي يلا بدات البارح، فهي كانت تقريبا واحد منذ 20 في الشهر الماضي، يعني اول اليوم كان فيه الانفصال ديال ايوب الكعبي على هيبي فورتشين، كان اتصال رسمي ومباشر ديال سعيد ناصري مع وكيل اللاعب كريم ضامير، وتم يعني مفاوضه طيل الشهر الماضي الى ان تم الاعلان يعني بشكل نقدروا نقولوا شبه رسمي على الصفقه في الايام الثلاثه القليله الماضيه. اذا انت لا تتفق مع الطرح بانه كانت لابتصاص الضغط او لاستباق اي خطوه سلبيه قبل الديربي؟ ما يمكنش تحكموا على النيات، هي كاين هذه فرضيه مطروحه ممكنه، ولكن ما نقدرش نجزموا بها ونقولوا بانه هذا هو الاساس اللي مشى به مثلا رئيس الفريق او المسؤول عن الفريق والاداره الرياضي، خاصه ان كما قلت لك 80% التعاقدات يعني تعاقدين او ثلاثه من هذوك اللي تقريبا تعاقدين، يعني كان المصدر ديالي ماشي فريق الوداد الرياضي. لا ما تنسوكش المصادر، كانت تعددت المصادر بالعكس. اذا انت انسان اجتهدتي باش تجيب المعلومه، انا فقط لان عندك المعرفه بالبيت الودادي كان لا يعني لا شوف لو تسربت لي الاخبار يعني من البيت الودادي من داخل المكتب المثير كنطرح هذه الفرض ديال ربما يعني كاين هناك توجه ان ربما لا نقدر نقول معك صريحه، انا اتصلت برئيس الوداد شخصيا وسقسيته على وانا عندي الاخبار ديال المؤيد لافي، وقال لي عارف غادي يكون خير، ياك عارف سعيد النصيري الطريقه باش كي يعني واخا تكون عندك زمان معاه تقدر انك، ولكن راه ولو يكون عندك معاه شي علاقه اللي يقدر يعطيك فيها معلومه. الله يخليك صحتك، فوالا هذا بامانه يعني ما قال لك لا هذا ولا بامانه. طيب بالنسبه لهذه القضيه دي حنا نبقاو ديما فيما قبل باش كنفسروا المستوى، هل بان الوداد ولو ربحات مع رجاء المدينه بحصه ولكن تعذب في المقابله مع نهض الزمامره، كنشوفوا بان نهض الزمامره كانت تستحق اكثر من الخساره، الوداد انتصر في الاخر، ولو هذه مباريات كاموندي لا يسال عليها لان كاموندي ما جاب لعابه ما كاموندي ما عنده علاقه بهذا الافكتيف الوداد، كاموندي يسير المرحله مش كندافع عليه، ولكن خصنا نقولوا الحق بالنسبه لكاموندي، حنا كنفسروا المستوى ثم غياب الدفاع هذا كنفسروا ما قبل، شنو الاجواء اللي سادت التحضيرات ما قبل كانت المعلومات، حيت باش نوصلوا ذاك المستوى للفريقين معا بجوج كانوا بحال مشدودين بحال شي واحد ربطهم قبل المقابله اثناء المباراه بطبيعه الحال. تفضل. هو صحيح ان فريق الوداد الرياضي في المباراتين الاولى والثانيه ديال كاموندي مع الوداد الرياضي فاظهر اللمسه ديالو، هذا الشيء مما لا شك فيه، حتى النتائج اللي حقق لحد الان يعني 7 نقاط من 3 ديال المباريات هي حصيله ايجابيه من بعد ديك الانتكاسه اللي كانت مع المدرب السابق غاريدو. كاموندي كانت عنده الشجاعة، علاش؟ لأنه قدر أنه يجلس صلاح الدين السعيدي اللي ما قدر حتى شي مدرب أنه يجلسه سنوات، وكذلك غاريدو، خاصة أن السعيدي كان المستوى ديالو ضعيف في المباريات الكثيرة، وكان متأثر حتى بواحد الإصابة، ربما إصابة خفية اللي قليل اللي عارفها، وكانت إصابة في الركبة رجعت ليه حتى شي، وربما كان كيلعب وهو ماشي في الفورم الجيدية ديالو البدنية، دونك اللمسة أولا ديال كاموندي فكانت حاضرة. كما كنشوفوا كاين تحسن في المستوى العام ديال فريق الوداد الرياضي مباراه بعد اخرى، خاصه في مباراه الديربي فاش شفنا جميع اللاعبين تقريبا استثناءات بسيطه جدا فقدموا مباريات كبيره، شفنا اكتشافات جديده، شفنا محمد رحيم اللاعب اللي كان مظلوم فريق الوداد الرياضي يلا خذ جوج مباريات خرجهم بجوج رغم انه ارتكب ربما خطا او اثنين في المباراه الاولى، لكن امام الرجاء فنقدر نقولوا بان اوقف نسبه 99% المهاجم القرن في فريق الرجاء الرياضي بين مالونغو. هذه كلها معطيات خلات الوداد الرياضي، وحنا كنعرفوا ديما ثم الديربي كيتلعب تفاصيل صغيره، الوداد الرياضي واخا يكون ضعيف نهار الديربي فالنفسيه مجموعه الامور اللي كتلعب ماشي فقط المستوى التقني ديال اللاعبين. نقطه اخرى وكتوقع شخصيا انا كنت كنتوقع ان فريق الرجاء الرياضي غينتصر في هذه المباراه، علاش؟ مجموعه المعطيات انه التركيبه البشريه ديالو اقوى من الوداد في الفتره الحاليه، ما كيعانيش من اصابات، حتى ملي شفنا التشكيله اللي داخله وشفنا كذلك كره الاحتياط فكاين فريق في كره الاحتياط فريق اخر في الميدان، ومع وجود 5 ديال التغييرات اكيد والمستوى البدني الضعيف ربما او المتوسط ديال الوداد اكيد غيكون الرجاء اقوى في المباراه، ولكن انا شخصيا تفاجات النهج التكتيكي اللي اعتمدوا جمال السلامي، لان ما يمكنش يكون هذاك هو المستوى ديال لاعبي فريق الرجاء، ولكن خيار تقني وتكتيكي ديال سي جمال السلامي
لانه ما بغاش يلعب كره، ربما كان قانع بالنقطه. نرجع معك اثناء المقابله امين، نرجع معك لو سمحتي سي محمد امين، نرجع معك اثناء المقابله، نبقى معك في اخر نقطه في القبل. في القبل كان او احسن لاعب في الوداد هو حداد، كان كلشي كيشك واش غيلعب بالطريقه اللي لعبها في جميع الماتشات، بانه يلعب بجبران بوحدو مع الكرتي والحسوني، واش غيدخل رحيم وابراهيم نجم الدين مع الهجوم ديال الرجاء، وشكون غيلعب اريور غوش وشكون غيلعب هذا ما قبل. هناك هضرك هذه الحسابات، واش نجح غاموندي في انه يخرج هذه اللعابه من الحسابات هذو؟ لا بيان سور نجح، وخاصة التوقعات كلها كانت كتصب في الأول أنه ربما يكون شي تغيير، ولكن حتى المستوى اللي ظهر فيه الفريق رغم أن يعني المؤدى التقني العام ما كانش بشكل جيد في مباراة ديال الزمامرة، ولكن مجموعة ديال اللاعبين رجعوا للمستوى ديالهم، شفنا حتى التوليفة اللي كانت في وسط الميدان واللي حافظ عليها في المباراة ديال الديربي، وكان هناك نقاش واش يدخل النقاش واش يخرج أوك لأن المستوى ديالو نقص مؤخرا ويلعب في بلاصتو حسوني يكون ليبر مورا لي زاتاكون قدام الميليو تيران اللي يكون حدا جبران ويكون حدا النقاش بشويه يبلوكيو يعني لازال بحال رحيمي بحال متولي بحال الحفيظي بحال احداد ديال الرجاء. هذا النقاش كله فنقاش في يوم الاخير يعني قبل الحصه التدريبيه الاخيره، وقرر انه غاموندي حافظ على نفس التركيبه اللي لعبات الماتش تقريبا ديال زمامه، وشفنا كيفاش كان المؤدى التقني ديال الخط الوسط، وكذلك كانت نقطة إيجابية ديال غاموندي لأنه وقف يعني قرا نقاط القوة ديال فريق الرجاء الرياضي، واللي أنا كنعتبرها شخصيا نقطة القوة ديال فريق الرجاء هو اللاعب رحيمي اللي ما كانش نهائيا في هذه المباراة، ماشي فقط لأن المستوى ديالو قل في هذه المباراة، لكن كذلك الطريقة ديال التموضع ديال اللاعبين في وسط الميدان، فقلصات من الامكانيات ديالو، ما خلاتوش يتوصل الكرات كثيره، وكذلك حتى طريقه اللعب ديال فريق الرجاء الرياضي اللي كتميز بالسرعه وما كانتش في هذه المباراه، فخلاتنا نشوفوا رحيم وكذلك متولي ومجموعه اللاعبين بهذا المستوى اللي هو ضعيف. نعم، اذا كان القبل بطبيعه الحال ديال هذه المقابله الاعلان على انزو، الاعلان على الكعبي اللي ما يقدرش يدخل مع الوداد، يقدر يدخل معهم حتى للتشامبيونز ليغ، ولو انه راه الهضره كتكلم على انه خصو يوقع في لا هو في اللائحه ديال الوداد الرياضي الخاصه، ولو ان الاشكال نعاود نسول عليه قانوني، لان تيقول لك خصك تستخلص رخصه من الجامعه باش تلعب داخل الاتحاد الافريقي، ما عرفتش هذه واش كاينه ولا ما كايناش. الوداد يقررون العكس ويقولون ان اللاعب سيلعب عصبه الابطال وامكانيه ذلك، واش عندك شي معلومه في القضيه الخاصه بايوب الكعبي؟ انا ما نكذبش عليك، قبل توقيع ايوب الكعبي عند بدء المفاوضات انا استفسرت بعض الناس داخل المكتب المؤسسي ديال فريق الوداد الرياضي على هذه الحاله ديال الكعبي، واش الوداد يقدر يستفاد منه الى ضم ايوب الكعبي كونتر الاهلي؟ فالجواب في الاول شنو كان؟ كان لان الميركاتو كان غيتحل في لو 13 سبتمبر، كان هو ان الكعبي وداري وبابا توندي الثلاثي بثلاثه يقدروا يلعبوا لا تشامبيونز ليغ، علاش؟ لان الاسماء ديالهم مازال مسجله في القائمه الافريقيه اولا، ثانيا انه غيقدر يعاودوا يسجلهم في القائمه المحليه ديال جميع الملكي المغربي الكونتران، بما ان الميركاتو غيتحل في لو 13 دونك التاهيل ديالهم غيتم بشكل اوتوماتيكي، ماشي حسب التعبير ديالهم هما وحسب القول ديالهم هما، بالنسبه للقانون ربما القانون يقول حاجه اخرى، ولكن على حسب التاكيدات ديال المسؤولين ديال فريق الوداد الرياضي. اليوم من بعد التاكيد ديال الانضمام بايوب كعبي فريق الوداد، ومن بعد التاجيل ديال الميركاتو حتى لو 20، حنا كنعرفوا الماتش قالي ديال الاهلي المصري غادي تلعب في لو 17 ولا لو 18، يعني حتى المباراه الاولى ربما كاين تهديد حول مشاركه هذا الثلاثي هذا، واش فعلا غادي الوداد غيسجل هذا الثلاثي هذا في انا ما عرفتش. انا خصني نتاكد، باقي ما تاكدتش منها، انا عيطت للناس ديال المصادقه على العقود، قلت لهم واش اللاعب خصو يستخلص رخصه من الجامعه، وبالتالي ما تفتحش الميركاتو ما يمكنش يستخلص ولو يكون مقيد في داخل اللائحه الافريقيه. هذه القضيه اللي بقات لي فيها لبس، الوداد الناس كيقول لا غيجي وغيتريني وعنده الحق يلعب بما انه مسجل داخل اللائحه الافريقيه. الله اعلم. ولكن انا شخصيا سي محمد امين شخصيا قريت شويه القانون ديال الكاف، وشفت بان حتى اللاعبين باش يشاركوا في منافسه قاريه للكونفدراسيون خاص يكون عنده الرخصه مع الفيدراسيون، خاص يكونوا مسجلين في القائمه المحليه. وحاليا هاد الثلاثي بثلاثه ما مسجلين في القائمه المحليه فرق الوداد الرياض. غادي وي انا وانا هذا هو علاش انا بيجي درنا خديت جواب فيه الاحتمالين، تسخرت له وقلت ان اهل القانون هما اللي خصهم يستفسرون في هذه المساله بطبيعه الحال. سي محمد امين المتبار، لا مجمهور الوداد يمكن غيكون وسك هذا اللوم على صفحه الوداد اللي ولو دارت صفقه عندها اشعاع
التسويقي ليا انزو زيدان بغض النظر على القيمه ديالو الفنيه والتقنيه اللي ما نقدرش ندخل فيها الا ما شفناش اللاعب في التيران. يعني وانا نقولك ما نجحش انا الله اعلم واش غينجح ولا ما غينجحش في الوداد، ولكن كقيمه كاسم ديالو ديال با يعد اسم رنان دار الوداد التسويق. جمهور الوداد والصفحات الوداديه تيلوموا مكتب الوداد على اسم سعيد الناصري بانه صفحات الوداد لم تستغل هذا المعطى. تفضل سيامي، شنو جاوبك على هذه المساله؟ هو شوف التعاقد ديال انزو زيدان او لا قرب التعاقد ديال انزو زيدان مع فريق الوداد الرياضي انا باقي واحد التحليلات بسيطه، ولكن جاتنا تاكيدات بان اللاعب صار وداديا مقسوم شقين. اولا قسم تسويقي نقدر نقولوا ثلاثه، قسم رياضي وكذلك على مستوى بيع او المنتوجات او الاقمصه ديال النادي على مستوى الصفحه. اكيد ان لما كان المستوى ديال اللاعب وحنا تبعنا الاحصائيات ديالو في السنوات الاخيره، يعني اللاعب اللي ما كيطولش بزاف في الانديه كيلعب شهور عام تقريبا، وحتى المباريات اللي كياخذ ما كيفوتش 20 مباراه في السنه، هنا تقدر تحوم شكوك حول الاهليه ديال اللاعب باش انه يحمل فريق الوداد الرياضي رغم انه ابن الاسطوره زين الدين زيدان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نطرح السؤال، اذا كان هذا تعاقد من اجل التسويق فاين هي الصفحه الرسميه لفريق الوداد الرياضي؟ اين هي قنوات التواصل ديال فريق الوداد الرياضي؟ اين هي او اين هو الموقع الرسمي ديال فريق الوداد الرياضي؟ يعني شنو استفاد تسويقيا الوداد الرياضي من هذه الصفقه؟ ما استفاد شي حاجه. يعني ما دخلش عنده دي زابوني جداد من فرنسا من اسبانيا، المتابعين ديال اللاعب، العائله ديال اللاعب، الاسره ديال اللاعب، حتى الصحافه الاسبانيه، الصحافه الفرنسيه، يعني حتى ملي بغاو يدخلوا يشوفوا الاخبار ويشوفوا الصور ويشوفوا اخبار على الصفقه ما يبقى حتى شي حاجه. دونك هذه النقطه الاولى، انا ما كنظنش ان الوداد استفاد رياضيا، حنا كنتسناو تسويقيا ما بان والو لحد الان، ما شفتش صراحه شي ربح عند فريق الوداد الرياضي. بالنسبه نقطه اخرى هي نشط بعض الجمهور كيقولوا الحمد لله بدا غادي يلبسوا التوني في اللوغو ديال الوداد واللور العشرة فوق منها زيدان. متفق معك، ولكن هنا كيتطرح سؤال اخر، واش الوداد فعلا غادي يستافد من دوك المداخل ديال الاقمصه؟ من يشرف على بيع الاقمصه؟ واش الوداد عنده جزء او لا ارباح في الربح ديال هذوك او لا البيع ديال هذوك الاقمصه؟ وانا غيتطرحوا تساؤلات كثيره على امل ان يكون اللاعب انزو زيدان في المستوى ديال فريق الوداد الرياضي، ويعطي بحال مجموعه اللاعبين اللي جاوا الوداد وكانوا لاعبين مغمورين. حتى ويليام جيبوه في تجربته الاولى فكان جايب واحد الحافله تقنيه اللي هي متواضعه جدا، وجا لقى الحداد ونجم ويعني والتمريرات ديالهم فصنعوا من جيبور واحد اللاعب اللي هو خارق. ربما تكرر هذه المساله مع فريق الوداد بالنسبه للصفقه ديال انزو زيدان. بالنسبه لاثناء، واش الوداد خرج مستافد من المقابله؟ نقدروا على الاثناء والطريقه باش تسيرت المقابله بين الرصيد البشري اللي عند كاموندي، العابد الوداد، حاله المقابله، والخصم او المنافس اللي كان عندهم في اللقاء. اكيد انا بالنسبه للمعطيات الكثيره اللي كانت مرتبطه بالمباراه، انا كنعتبر فريق الوداد الرياضي خرج ما نقولوش منتصر ولكن خرج مستافد من هذا اللقاء. علاش؟ لانه على الاقل استفاد الهزيمه وتفادى توسيع الفارق عن فريق الرجاء البيضاوي الى 4 نقاط، وهي المساله اللي كانت ربما تحسن بشكل كبير الصراع ديالو الثنائي مع فاولا الثلاثي معه الرجاء ريدو منسوك، كذلك نهضه تبركان اللي كيخدم مستويات كبيره في البطوله ديال هذا الموسم. غاموندي يعني كذلك كامبكي فكان حاضر في النقاش ديالو مع المباراه، واكيد ان نقطه كتخلي على بعد نقطة واحدة من متصدر فريق الرجاء البيضاوي، خاصة أن فريق الرجاء عنده مباريات ربما على الورق تبدو أصعب من المباريات التي يصنفها فريق الوداد الرياضي، خاصة هناك صدامات كبيرة ما بين الرجاء وبين الجيش الملكي وبين كذلك نهضة بركان. كذلك الوداد عنده مباريات صعبة، ولكن على الأقل كتشوف أن الوداد غيبقى دائما في الصراع أمام الصراع على اللقب حتى ربما آخر جولة. بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، أنا شخصيا كنقول بأن سلامي ما بغاش يغامر وما بغاش يلعب جميع الاوراق ديالو في هذا اللقاء، قال على الاقل نقطه غتخليني انا في الصداره وغتخلي المصير ديالي ما بين رجليا، الا ربحت باقي المباريات وغادي نتوج بالبطوله الوطنيه اللي غابت على الخزائن الرجويه منذ سنوات. ولكن ربما لاموا شويه الجماهير الرجويه ان ماشي ديما غادي نشوفوا الوداد في هذه الحاله وفي هذه الوضعيه وفي هذه التركيبه البشريه منقوصه. ما نساوش ان اسماء كثيره بحال كركاش مصاب، قباقبو مصاب، كومارا مصاب، النهيري غادر الفريق، الرحيلي غادر الفريق، تيرزوي غادر الفريق، يعني تقريبا وصلوا سبعة الأسماء اللي هي كانت أساسية في واحد الوقت معين هي أصبحت خارج القائمة بسبب الإصابة وبسبب مغادرة الفريق. دونك أنا هاد المعطيات كلها كتخليني نجزم بأن فريق رجاء الرياضي ربما ضيع
هي انتصار هذا اللقاء هذا، وان الوداد خلى راسه في المسابقه حتى اخر جوله من منافسات البطوله. يمكن نقدر ما نساوش سوء التحضير اللي رافق بدايه الموسم، اللي يمكن واش الوداد دار كل شيء الا انه يحضر فريق تقنيا وبدنيا لمنافسات طويله. نعم صحيح، هو الوداد في بدايه الموسم فعلي كل شيء كاين اجماع في وسط الودادي ان البدايه كانت متعثره على كل المستويات، لا من خلال التعاقدات اللي كانوا يعني دول المستوى، لا كذلك التحضير اللي ما كانش التحضير البدني اللي كان في بدايه الموسم، لا مشاكل ديال التعاقدات مع المدربين مع المساعدين المدربين مع الاطباء. شفنا تقريبا 15 الاطار ما بين مدرب ما بين مساعد ما بين معيد بدني اللي تغيروا في هذا الموسم هذا، وهذا رقم مرعب جدا. هذه كل التفاصيل اللي اكيد خلات الموسم ديال فريق الوداد الرياضي لحد الساعه كيكون مضطرب وما كيكونش يعني في المستوى المطلوب. وفي المقابل الشيء اللي مثير للاهتمام مثير كذلك للدهشه ان رغم هذا الشيء كله فريق الوداد الرياضي باقي في جميع الألقاب، يعني حتى في مبارياته مع الرجاء الرياضي في دوري أبطال العرب فهو منهزم استعاد علي روتو في البطولة، هو كيصارع على بعد نقطة من المقدمة في الشامبيونز ليغ، هو في لا دومي فينال دونك المسؤولين ديال الوداد ربما واللاعبين وجمهور شي كيعاون شي باش يحاولوا يخرجوا الموسم ديالهم بشي طريقة على الأقل بواحد اللقب اللي غادي ينقد الفارق من الكارثة اللي كانت تقدر يتعرض لهذا الموسم، خاصة مع الإصابات الكثيرة المتوالية ديال اللاعبين مع الراحل ديال اللاعبين مع انتدابات اللي شفنا 11 انتداب يلا واحد ثلاثة نقدر نقولوا اللي عطاو شوية ثلاثة يمكن بالأرقام كازادي، ولكن كازادي ما أظن الوداد جابت كعبي ونجح ما يقال على حميد أحداد أن كازادي باقي غير يلعب، الله أعلم أن أتساءل. ثم أنا شفت البارحة مش فقط على مستوى التقنية أخويا حميد أمين، مش فقط على مستوى التقنية على مستوى اللاعبين الأجانب، لا مستوى اللاعبين الأجانب لأن شفنا دابا إنزو كاين بابا توندي جلافي وكنسمو ان ربما يقدر يكون لاعب اجنبي اخر، دونك هذه كلها معطيات غتخلي ان اللاعبين الاجانب ربما يتصفاو، وحنا كنعرفوا ربما هذه بين قوسين ان حتى كاموندي ما كيكونش متحمس بزاف للاعبين نقولوش افارقة جنوب الصحراء، يعني اللاعبين افارقة او جنوب كيكون شويه حتى في الجيبه ديالو ما حمايتش اكادير ربما كان زارجونتا كاملين لي زارجونتا كاملين عندهم فوالا حنا باش ما ناكدوش حنا كنخليو بين قوسين ربما كيكونش متحمس بزاف اللاعبين اللي هما افارقة جنوب. لو كانت عند بزاف المدربين القديره تا غاريدو كان عنده نفس المشكله، لعب كازادي بزز يمكن تا سعيد النصيري استفسر وعاود استفسر وعاود استفسر ولعب كازادي غي بزز بون كازادي كتبقى القيمه ديالو الله اعلم. انا ما بغيتش نحكم عليه دابا ولكن انا يمكن عطيه الله نقدر انا دابا نقدر نقول بان عطيه الله الله اعلم واش خصو يمشي يعاود يدير لا بريباراسيون لان اللعاب زعما ماشي هذاك وعطيت الله اللي تنعرف واش هو ما عندوش لا ديمونسيون ديال الوداد او خصو يدير التحضير ما قبل الموسم الله اعلم. العملود اللي حد الساعه الاداء محدود بصراحه ما الوداد هذه زعما باش نكون صريح الاخبار الاخيره ربما العملود انا على ما اظن باقي ما تاكدتش من الخبر ولكن ربما حتى نهايه الموسم ديال العملود ربما ان حتى الاصابه ديالو الاخيره ربما كانت اصابه عضلي اللي تخليه يبتعد على الفريق كشاكير كذلك شاكير كذلك اللي غايب ربما تزيد 6 اسابيع على حسب تصريح ديال طبيب الفريق. نعم علينا باش نبقى معاك نعطيك الطابلو ديال الوداد دابا حنا في الما بعد طابلو ديال الوداد المغرب تيطوال. انا اللي سمعتي حميد امين ما عرفتش انا في الاول تبعت التقديم ديالك وعرفت بانك تواصلتي مع الاداره ديال فريق الرجاء الرياضي وتحكي على اللقطه ديال زريده. نعم انا غير اذا كان ممكن غير واحد التوضيح في نفس الاطار انا شخصيا كذلك درت واحد البحث في هذا الشيء وتوصلت لذاك الشيء نيت اللي توصلت فيه بان اللاعب اندر من طرف رضوان جيد الاحتفال ديالو اللي كان غير مبالغ فيه فوالا في الدقيقه 86 مشى كيتوجه للسياج اللي قرب المدرب ودار حركات ما عجبتش رضوان جيد دار حركه ديك الحركه ديال اللاعبين الارجنتينيين فاش كيهطوا ويمشيو تيمشيو عند الجمهور حركات وكاين واحد الفيديو اخر اللي هو اكتشاف يعني يلا اكتشفناه دابا شويه طب هذا باقي ما انتشرش كاين واحد الفيديو اللي تصور من طرف الجمهور البركاني واللي كيصور هذيك اللقطه ديال جيد ملي شاف زريده مشى ورجع ومشى عنده جيد حتى لعنده وجبد البطاقه لا هذيك مسجله في ورقه المقابله لان غنعاود نقول لا حنا ننظروا على الصوره كمعلومه بان هذيك هذه المعلومه نجات عن استفسار اداره الوداد لان اداره الوداد تخرمزات فاستفسرت ما دارتش اعتراض
استفسرات حتى سعيد مافير سمعنا في واحد وراه قال لهم زعما للاسف ولو تسريب قال لهم وديتو ما عارفينش راه حنا عندنا معلومات صافي ما يخرج سعيد ناصري يقول لهم راه رئيس الفريق هذاك ما يمشي يقول لهم هذا وكذا واننا اتصلنا وقالوا لنا وهذا ما يمكنش يقول هذا الشيء حميد امين حنا بالوسائل ديالنا راه كنتوصلوا الاخبار كنتوصلوا ما عارف دابا شنو كاين من ورقه المباراه اللي اكدت ان اللاعب عنده انذار في هذه المباراه يعني كانوا اربعه لاعبين جوج من ناطاش بركان يوسف ضايو والحارس زهير العروبي وكذلك في الدقيقه 86 و90 كل او 87 و90 كل من زريده وكل من بدر بانو غير باش نكمل لك ديك اللقطه فالفيديو فيه اللقطه كامله يلاه نحيده داك الجنب ملي مشى جبد الصفره وعطاها لي ولكن رجع متولي من بعد وجا عند الحكم واحتج عليه قال لي علاش عطيتي الصفره راه باينه والحكم قيد الرقم ديالو ومشى يعني هذه اللقطه واضحه وغادي تزيد تبين اكثر ان اللاعب يعني خدا انذار وان هذه القضيه كلها فهي قضيه يعني ما مشاتش كما كان كيبغي الجمهور الوداد اللي كان كيتمنى ربما فوز بالقلم بهذه المباراه من اجل يعني انت دابا ما شاء الله عليك راه عندك سنوات في هذا الميدان وتعرف مزيان بانه رضوان طنطاوي دقيق جدا في هذه المسائل ما صعيب الله اعلم جل من لا ينسو الله سبحانه وتعالى هو من لا يخطئ ولكن نادرا ما الطنطاوي يدير شي خطا بهذه الطريقه هذه ما حتى الجامعه ربما راه كتراسي كتبوانتي لك الجامعه كتبوانتي الانديه غير انا تاكدت من واحد النقطه انا تواصلت مع مجموعه ديال الحكام في البطوله سالتهم واش كتكون هما اكدوا كتكون على المستوى الدولي وعلى مستوى المباريات اللي تابعه الكونفدراسيون افريكان دو فوتبول هي مثلا الحكم اللي قبل المباراه فكيتوصل بواحد الورقه من الكونفدرالية الافريقيه اللي كتبين ليه كل فريق شكون اللاعب اللي ما محقوش يلعب يعني مثلا مرضوان جيد غيقود واحد المباراه ما بين الاهلي المصري والهلال السوداني فراه كتجيه واحد الورقه كتقول ليه راه هذا اللاعب فلان وهذا اللاعب من الاهلي راه غير مؤهلين وهو قبل بدايه المباراه فكينبه غينبه لهذه المساله وين الفريق الى الفريق يعني اكد وبغى يدخل اللاعب الوخا نبهو الحكم فكيقدر يدخلوه من بعد الفريق الاخر الى دار اعتراض فغادي يدخل بقضيه المباراه ولكن هنا في البطوله الوطنيه ما كايناش هذه القضيه يعني حتى الحكام اللي كيجيو يخوضوا المباريات ما كتجيش واحد الورقه اللي كتقول لهم مثلا راه زيد عنده 4 صفرات ولا مثلا راه متولي عنده 3 صفرات علي بالنسبه للاخ خالد الرجاوي واش ولد زيدان عنده 10 المباريات ولد زيدان اوروبي واوروبا وامريكا اللاتينيه لا ينطبق عليهم ذاك القانون الذي لا اتفق معه نهائيا 10 ولا 15 ولا 16 لان متاكد ان هناك حالات كثيره لو تم التدقيق في المباريات الدوليه اللي كيقدموا لا يمكن نلقاو كوارث وهذه مساله معروفه وانتشرت بسبب الاخبار وكنتمنى اعاده النظر في ذاك القانون ديال 10 المباريات الدوليه اللي ما عرفتش بالضبط شنو نقدروا نستافدوا منه طبعا الحال مستقبلا اين امي الوداد بقى المغرب التطواني اولمبيك اسفي حسيت اكادير السريع واتزم والفتح الرباط هذو الكالوندري ديال الواك الا بغى يكون بطل انه خصو يبقى غادي كينتصر ويتسنى تعثر دراجه او نهضه بركان هو خصو ما يضيع حتى نقطه زعما باش ما يبقاش يحسب ولكن يتسنى التعثر لان كاين نقطه ديال الفرق كاين الحسابات ديال الذهاب والاياب مع الرجاء هل فعلا هو ديال بركان والرجاء فوالا هو خاسر بيناتهم ديك اللقاءات الثنائيه خاسر مع بركان وخاسر مع الرجاء يعني بين الذهاب والاياب دونك الوداد خصو ينتصر وينتظر التعثرات هل تتفق بان الجدول سهل او اقل صعوبه من الفرق الاخرى انا في الاول عطيت واحد الاشاره انه ربما كي على الورق يعني على الورق يظهر ان يعني البروغرام اللي باقي نطالع على البروغرام ديال الوداد ديال الرجاء صراحه ما طالعش على البروغرام ديال اولا المباريات المتبقيه كامله ديال فريق مارس بركان فالوداد على الورق يبدو ان يعني ما نقولوش طريق تاريخي ولكن ربما شويه اقل حده من المواجهات اللي كتنتظر فريق الرجاء الرياضي كما قلنا الجيش الملكي فرغم ان الجيش الملكي هذا الموسم ما قصرش بزاف يعني من كوكبات المقدمه تقريبا المركز السادس ولا السابع على ما اظن ولكن على الاقل فهو كيبقى كلاسيكو كنعرفين دائما كيخلق مشاكل كثيره للجيش الملكي لفريق الرجاء الرياضي خاصه الا كان اصطدام يعني في المباراه الاخيره يعني كنذكروا كاملين واحد السيناريو اللي كان في سنوات سابقه يعني الرجاء كان يعني قريب جدا من التتويج الجيش الملكي حال دون ذلك اخر دوره هذه كل معطيات تخلي ان فريق الرجاء الرياضي ربما يبقى صعوبة
باش انه ينتصر جميع المباريات، ولكن انا كنظن حتى فريق الرجاء الرياضي انه خي واجه يعني انديه من هذا الحجم فكل شيء بيديه فيقدر ينتصر ويقدر انه يتوج باللقب ويدير الجمهور ديالو. نعم هذا بخصوص هذه القضيه. الجمهور كيسول على صفقات مقبله، الهضره على بوفتيني، الهضره على هذا، اين نشي لست من هوه الرواج وهذه المسائل ديال الاسماء. ولكن قلنا ممكن في بدايه الحديث انا والسي امين بانه من 7 حتى 8 غيوصل عدد انتدابات الوداد، والواضح بان سعيد الناصري واداره الوداد ادركوا الخطا ديال الميركاتو الشتوي. اكيد 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 اخويا حميد امين، راه حتى الناصري كما قلنا سابقا فراه اكد على هذه النقطه واعترف بالخطا ديالو، وحتى على حسب الاخبار اللي كتوصل لنا وحتى نوعيه اللاعبين، يعني نوعيه اللاعبين اللي كيتفاوض معاهم اللاعب النادي، فهم لاعبين شويه القيمه ديالهم كبيره مقارنه مع انتدابات اللي كانوا في الميركاتو الشتوي الماضي. حنا كنسمعوا اسماء كثيره ما هو متداول، يعني بحال بوفتيني كنسمعوا، اكردوم كنسمعوا، لاعبين اخرين كنسمعوا، لاعبين دوليين اخرين يقدروا يجيو ربما من دول اخرى، وهذو كلهم يعني اسماء بقيمه كبيره وربما يعطيو الاضافه للفريق الوداد الرياضي يعني. ولكن انا اللي عرفت على حسب ما كنسول ما كنقلب على جديد الميركاتو الودادي، فكاينين مجموعه ديال الاسماء، راه ما كاينش اسم واحد ولا اثنين من هذو اللي ذكرنا، يعني المكتب المسير ديال فريق الوداد يعني نقدر نقولوا المصير مباشره، فكيفتح ربهم في كل مركز كيدير واحد جوج ولا ثلاثه وكيبقى نيغوسي معاهم، يعني ما غاديش تعرف يعني حتى كتقترب المفاوضات من النهايه عاد ربما تقدر توصل واحد المعلومه ديال ان هذا اللاعب راه قريب يوقع ولا لا. يعني تقريبا في كل مركز لا الدفاع وسط الميدان وهجوم كاين مجموعه الاسماء اللي كيتفاوض معها فريق الوداد الرياضي، واش ما كيعنيش انهم راه كلهم غادي يجيبهم فريق الوداد الرياضي في الظرف ديالو. اللي عارف انه ما يفوتوش 7 حتى 8 على حسب الضرر، يعني يقدر يتزاد متوسط ميدان دفاعي الى مع انتظار واش سفيان كركاش غادي يكون او ما غيكونش او غيستمر او ما يستمرش، لانه لم يعطي شيء للوداد هاد السنه هادو، يمكن خصو يتسناو حتى العام الجاي يشوفوا واش غيعطي. سفيان كركاش ما تعطاتوش الفرصه واثرت عليه الان مع السعيدي، اللي فقد الرسميه والنقاش اللي واضح ما غيجددش في الوداد، ممكن تفتح له واحد الفجوه. ما نساوش بان يكون الرجوع ديال اسماعيل ديال فيصل حداد وديال انس الاصباحي، راه توما خصو بحال تماما هاد النقطه. هاد النقطه اللي بغيت تشير لها خويا حميد امين، ماشي ما خصناش نشوفوا فقط شحال غيدير الوداد في الميركاتو، خصنا نحسبوا اللاعبين اللي كاينين حاليا لان كاين فائض ديال اللاعبين، وكذلك خصنا نشوفوا فائض ديال اللاعبين ماشي من ناحيه الكاليتي ولكن غير من ناحيه العدد، خصنا نشوفوا كذلك اللاعبين الكثر المعارين ديال فريق الوداد الغير كاين اجنبي معار اوكوتشيوكو، لكن بزاف الامور خصها تحل الفريق وخاص حتى رئيس النادي يعرف كيفاش يدبر هذا الميركاتو باش الفريق ما يخسرش بزاف. واش كامون ديري غيكون مدرب ولا غيجي مدرب اخر؟ الله اعلم، راه حد ما عارف بطبيعه الحال. امور شويه تقنيه خصها تعاود تضبط فريق الوداد الرياضي بكل صراحه. انا متاكد بان كامون ديري ما نجحش في عصبه الابطال او البطوله، صعب بانه يحط البصمه ديالو في الوداد. صح، باش نكون معك صريح، فالوداد حاليا فما نظنش انهم يكونوا حطوا استراتيجيه ديال الموسم المقبل، باش نكونوا واضحين وصريحين. هما حاليا عندهم تحديات راهنه، فهمتي، راهنيه متعلقه ببطوله ومتعلقه بدوري الابطال. معرفتك بالبيت الوداد كتلعب المصير ديال سنه، معرفتك بالبيت الوداد هذا اليوم هي اللي غادي تحكم في المصير ديال الجمهور. الله يخليك صحتك، الله يخليك. يعني معناتك بيت الوداد كتقرب هذه المساله بان ممكن هاد 20 يوميا تقدر تقول لنا الخريطه التقنيه للوداد شنو يقدر يوقع فيها. اكيد اكيد، لان حتى كامون ديال البقاء ديالو على راس الفريق ولا غادي يرجع للاداره يعني كمدير رياضي ولا كمدير تقني للنادي، فمرتبطه بالنتائج اللي غيحقق الفريق، وانا كنظن اللي غايت الساعه فهو ناجح. كيفاش كيدبر التركيبه البشريه، كيفاش صفى المشاكل ربما اللي كاينين الداخليه داخل الفريق، ربما كيفاش بدا كيعطي لكل لاعب الحق ديالو، وحتى التدوير ديال اللاعبين ربما شي امور اللي بدات كتعطي الاكل ديالو في الثلاث مباريات الاخيره. اي مشاكل داخل الفريق، راه اللعابه الوداد راهم مخلصين، راه ما عندوش مشاكل كثيره يعني كالعاب. لعاب الوداد راه واخدين دوزيام ترونش، باقي لهم تروزيام ترونش، لي سالير لي بريم ديالهم واخدينهم. اتونسيون، زعما اللعابه راه الوداد راه ما عندهمش مشاكل ماديه. تفضل. ملي كنقولوا مشاكل ماشي كتعني مشاكل ماديه ولا مشاكل صغيره، كاين مشاكل ديال الفيستير، كاين مشاكل ديال التوظيفات ديال بعض اللاعبين، كاين مشاكل ديال بعض المراكز اللي ما فيهاش اسماء اللي هي تقدر تعطي الاضافه، كاين كما قلنا اسماء اللي كان خصها تدخل ما كتدخلش، كاين امور كثيره ما نقدرش حنا نزيدو نفسروها، ولكن ربما كل مدرب فاش كيجي فهو كيحل بعض المشاكل الطريقه ديالو. حنا كاموندي شفناه جا بغى يكسب الثقه ديال اللاعبين، مجموعه الامور اللي دار على المستوى كيفاش كيحفز اللاعبين في الميدان، على المستوى التواصل ديالو المباشر مع اللاعبين، كيبغي يقرب اللاعبين، كيبغي يدير واحد الجو
ديال الثقه وديال الاخوه ما بين الطاف كامل. شفنا كذلك البروجي اللي جاب وطبقوا دابا في هذه الايام القليله الماضيه، فما كيبين بان البروجي ديالو بروجي ديال العام الجاي ماشي ديال غير هاد ال 20 يوم، رغم ان العقود باقا ما توقعاتش رسميا معاهم كاملين واحد الفتره اللي طويله يعني واحد الفتره ديال شهرين حتى نهايه البطوله، ولكن على الاقل فبيتي كتلمس شويه ان الوداد بدات كتحرك. جبنا واحد اللي كيشوف كيدرس الشبان كيعاونهم كيزيد لهم بعض الاضافات باش انهم يكونوا قرب للفريق الاول، جبنا واحد كذلك اللي كيدرس الفيديو كيدرس الخصوم كيحاول يدير بعض الاحصائيات، شفنا كذلك بعض الاطر الوطنيين واللاعبين السابقين اللي قراب يلتحقوا كذلك بالاداره التقنيه ديال فريق الوداد يريدوا اللي يخدموا مع هاد اللاعبين ديال الامل كذلك باش يوجدوهم الموسم المقبل. هاد الرؤيه كامله كتخلينا نشوفوا بان نقولوا بان ربما حتى غاموندي غيكون حاضر الموسم المقبل شريطة انهم يمشيوا مع شويه النتائج حتى النهايه ديال لسي نوفمبر ان شاء الله. تحيه كبيره السي محمد امين متبر، وكنشكرك انك كنتي معنا في هذه المباشره، نتمنى ان شاء الله نستضيفوك معنا في البلاطو باذن الله. شكرا سي محمد امين متبر. اخويا محمد امين شكرا جزيلا على الدعوه. شكرا سي محمد امين متبر كان معنا على المباشر. بالنسبه انا ما بقاش نعاود زعما المعلومه ديال الحسوني قلناها، الوداد قبل الماتش كان عندهم قادارين والرجاء قبل الماتش كان عندهم مذكور، هذوما اللاعبين بوحدهم اللي كانوا موقوفين بسبب الادارات ما يقدروش يلعبوا، فقط كل شيء كان يقدر يلعب، الغيابات كانت باسباب اصابات او اختيارات تقنيه. ياسين عطال احد المتتبعين الاوفياء كنتمنى لك الشفاء اخويا ياسين عطال، اللي الله سبحانه وتعالى قدر الله بانه يبتلي بهذا الابتلاء الجديد هو الكوفيد 19 وباء كورونا. ان شاء الله الحمد لله على حسب ما استفسرنا معاه فما عندوش اعراض كثيره، تيحس يلا ببعض العياء وما عندوش مشاكل كبيره. ياسين عطال كنتمناوك بالله ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون اللطف والشفاء وترجع بخير وعلى خير العائله ديالك باذن الله يا اخي. وشكرا تبارك الله سي امين، كنتي تعلمت من درس ديال الجيب الاصحاب ديالك تشاركهم. لا خويا ما كاين لا صحابي لا عاطفه لا يديك لا يخليك، هادو كلهم اصدقائي والحمد لله. هنا في الميدان علي بغى يتعدى معايا ما انا ما شاتي قريب وعلى خير ما مديرونجي حد ما تنبغي حد يديرونجيني فوالا دونك هذا. ولكن بالنسبه لسي فيصل حدد واحد الصديق تيصلح ليا هو قريب من اللاعب، يمكن هو من اشرف على الانتقال وتيقول لي ودي راه السيد بصفقه نهائيه وليس بنظام الاعاره. يعني فيصل حدد هو لاعب رسمي لشباب المحمديه. شكرا على تصحيح المعلومه. شكرا السي حميد الله يشافيه ويعافيه. هادشي اللي كاين السي خليل صديق ديالنا السي عطار اللي هو انسان محترم جدا ويناقش المواضيع ولا يناقش الاشخاص، و عندك ما دير كله كيفاش كيتفرج كيفاش كله كيف واحد كيفاش المحبه ديالو لكره القدم والتتبع ديالو. مع الخط مباشره كما استضفنا واحد تيعرف خبايا الوداد عشنا معاه القبل والاثناء والبعد، الرجاء. الرجاء حاله خاصه لان من بعد الديربي انا كنت متاكد بان الرجاء لو ما انتصرش لو كان هازم الرجاء كنت متاكد من واحد الجبهه غتخرج، كنت متاكد كنت كنتسناها يا بتدوينات يا بهذا وغادي يخرجوا وغايجيو الناس وغايجيو هذا وغادي يبان الابطال الذين صنعوا من هذا، والحقيقه هي شيء اخر. الحقيقه هي ارقام ومعطيات، الارقام ومعطيات كلشي تعرفهم كلشي تعرفهم بطبيعه الحال. كنت متاكد من هذه القضيه هذه. غير التعادل اخرج ما اخرج على اين؟ ولو انه المعلومه حق المعلومه. باش نكون انا صريح انا تمشي مباشره في تدوينه ديال الاستاذ محمد المغودي تكلم على انه هناك مدرب ومساعده دخلوا في نقاش مع الفريق قطري او قطر القطري الى اخره، فتم تاويلها مباشره الى السلامي والصفري وناتجه علي سمح ما غادي متهضرش على هذا. هو التدوينه اللي ما سماش فيها وما قالش وما هذا ولا هما صادر ولا كذا، والناس اللي شافوا راسهم مضرون ومن عندهم الحق، ولكن هذيك خلفت واحد الضجه تم هذا ومن ثم انفجرت معطيات ما عندها علاقه بالتدوينه ديال السي محمد المغودي، عندها علاقه بمعطيات اخرى، حرب وكلاء، وكيل عنده علاقه بلعابه مع وكيل اخر عنده علاقه، وتفجرت شي حوايج اللي واش كانوا في محلهم؟ واش كانوا في وقتهم؟ واش هما في مصلحه فرقه ديال الرجاء اللي يقدر يكون بزاف الامور فيهم ماشي هما هذوك وماشي حقيقيين ما فهمناش شيء.
علينا غنهضروا مع السي يوسف الشاني، ربما الاقرب يقدر يعطينا معطيات اكثر. اهلا السي يوسف. مساء الخير حميد، بغيت نعرف واش كتسمعني مزيان. كنسمعك مزيان، ما نعرف واش كتتفق مع يعني الافكار الاوليه للنقاش او الخطوط العريضه. واش تكتب حالي كتسندا الى وقعت شي حاجه سلبيه الرجاء غادي نوضوا بعض الجهات اللي هي معروفه؟ وشوف اي فريق في حجم فريق الرجاء الرياضي دائما كيكونوا ما غنقولش المتربصين، ولكن المحبين يعني ليزيكستريميست كيحبوا دائما فريق الرجاء انه يربح في اي مباراه، وهذه من حقهم لانه كيشوفوا فريق الرجاء لعب جميع اللاعبين ديالو بما بهم بمثلهم المصابين اللي رجعوا من الاصابه، وكان من الممكن ان فريق الرجاء خصوصا الشوط الثاني الا كنا غنتكلم على الديربي انه كان ممكن انه يربح. لا لا خلينا في القم، انت وهل كنت تنتظر، انت بحالي جيني مباشره، انت انسان ما شاء الله عليك ذكي، هل كنت تنتظر بان الجبهات التي تنتظر تعطر الفريق والمكتب كانت غتبان الا كانت نتيجه سلبيه؟ راه ديجا في هذا التعادل الناس كي راه بانوا وقالوا باللي انا ما كرهتش، انا قريت واحد التدوينه مهم هذه سنونغاج كو اللي كتبها، وانه قال باللي انا ما كرهتش بصراحه اصح على اقاله جمال السلامي، ولكن جمال السلامي له حساباته الخاصه، وانه راه عاوتاني حميد غنشوفوا الامر من جهه اخرى، وانه لو كان فريق الوداد ربح فريق الرجاء الرياضي فكنظن على ان غادي تكون الكارثه اعظم، هو انه فريق الوداد غادي يولي فايت فريق الرجاء الرياضي بنقطتين، وغيقول لك بان خد الصداره على حساب فريق الرجاء في لقاء الديربي، وحنا مهد وفريق الوداد كيخصوه اللاعبين كثار، وعنده يعني عنده عدد كبير من اللاعبين انهم ما لعبوش في المباراه، وبالتالي فالتداعيات الهزيمه كان ممكن انها ترخي بالظلال ديالها اكثر كهزيمه ديال ثلاث نقاط، يعني غادي تاثر كثير على مسيره فريق الرجاء. فالتعادل يمكن انا فرشت المباراه كان من الممكن ان كل واحد يشمت الاخر. وخصوصا فريق الوداد راه هذيك كنحس به انه كان من الممكن انه يشمت فريق الرجاء، لانه خلى فريق الرجاء بحال قلتي خلى لابال عند فريق الرجاء، فريق الرجاء معروف عليه انه كيلعب بليزاتاك بلاستيك، كيلعب الكره من الوراء بالخلف من بدر بانون وربلي نيتي وكيطلع، ولكن كيبان بان مدرب الوداد الرياضي كاموندي درس مزيان فريق الرجاء وخلاه كيلعب، ولكن سد على رحيمي، سد على مثلا متولي، سد على بعض اللاعبين ديال وسط الميدان كزريده، هادشي كله خلى ان فريق الرجاء ما وصلش الكواري المهاجمين ديالو، خصوصا انه كاين المكعازي وشريندو وعرجلون وزريده في وسط الميدان. بدك اللحيه العرجل ودرتيه بجريندو، بدك اللحيه العرجل يعني راه كيبان لي راه غادي تخوطه جريندو لانه سيد معقول وزعما لو كي بيناتهم هاد 10 سنتيمتر بيناتهم هاد 10 سنتيمتر هو قصير على جريندو شويه وفهمتي دونك هاد المسائل كلها خلات ان فريق الجمهور ديال فريق الرجاء خصوصا ديك 10 دقائق الاخرى بانت بان فريق الرجاء كان من الممكن على انه يشل هدف على الاقل هدف، ولكن كيبقى التعادل عنوان على انه لا فريق الرجاء غادي يقلب على نقاط يعني في بلايص اخرين، وفريق الوداد غادي يقلب على نقاط في بلايص اخرين، سواء من يوم الاحد الوداد غتقلب على يعني النقاط في طوان، وفريق الرجاء غادي يقلب النقاط على وردم باش يحاولوا دائما يبقاو في الزعامه ويمشيو يسكبوا من يعني من الترتيب، لانه ما حيت علاش كنعرفوا دائما ديربي الهزيمه من غير النقاط اللي كتضيع لك فهي كيكون لها تداعيات كبيره. كاين اللي عاتب على السلامي علاش ما دخلتش حفيدي، علاش ما دخلتش فلان، علاش كما كان كيقول مالدوفان فهذيك الوقت كيقول لك افضل لاعب راه هو اللي ما دخلش، يعني اللي ما دخلتيش هو افضل لاعب. الحفيدي شحال هادي ما لعب، واش كان من الممكن انه يدخل من الاول؟ ما كانش ممكن. كاين دابا التناوب ديالو بينه وبين المتولي، اكيد المتولي يبقى دائما سيتي فالور سيغ ديال الرجاء، ولكن هذا بعض المباريات ما كيعطيش داكشي اللي كيتسناه الجمهور، لان الكل كان كيتسنى المردود ديال المتولي في هذا الديربي، بون ما كانش في المستوى اللي كان كيتسناه الجمهور، ولكن كتبقى هذه المساله ديال التداعيات، هزيمه
هزيمة في الديربي اولا كتخسر امام الغريم، وفي هذا الديربي ديال هذا الكوفيد هذا اللي كنسمى ديربي الكوفيد يعني ديربي كورونا، كان الوداد غادي يجوز هو الاول ديال جوج ديال النقاط، وديك الساعه كان يمكن الهزيمه كانت غادي ترخي بالظلال ديالها بواحد الطريقه سلبيه على جميع مكونات الرجاء. وبالتالي التعادل فهو يمكن كما قال سلامي كيخدم مصالح فريق الرجاء، على اعتبار انه بقى هو في الصف الاول لانه المصير ديالو بين يديه او بين رجليه في المباراه ديالو امام سريع وزم، لان الى فاز في المباراه ديال سريع وزم فهو كيأجل مره اخرى في انتظار اربع لقاءات. القبل اولا، هل القبل الثقه اللي كانت عند الجمهور بحالها كانت تقريبا اللعابه والمدير كانت عند المدرب، نبقاو دائما في القبل شوف. ثم هل الصراع بين الرجاء والعصبة ومسألة برمجة المقابلات واحترام تراتبية البرمجة أثرت على استعداد هذه المقابلة في نظرك؟ أنا كنبقى ديما في القبل قبل ما وصل أثناء. تفضل يوسف. أنا قبل أنا شوف ما كنآمنش هذا الشيء ديال التراتبية. اللي جيتي أنت أنت بطل أو لا فريق كبير عندك تاريخ كبير ودائما كتلعب على الألقاب، تلعب مع وسم ولا مع الوداد ولا تلعب مع الفتح، بالنسبة لي مسألة عادية. علاش؟ لأنك كتقلب على ثلاث نقاط. نعم. يوسف سوري بحال بحال وي تفضل. دونك بالنسبة لك ما كاينش فرق في هذه المسألة، وأن فريق نعم ولكن واش هذا ما أثرش على داخل الفريق؟ كندوي على قبل، ما أثرش على داخل الفريق؟ كاينة حاجة وحدة اللي أثرت على الفريق، هو أنه فاش كان غادي في هذيك السلسلة النتائج الإيجابية، حاجة وحدة هي ديال باش وقف، فدائما كيبغي يلعب ضد اي فريق والا كورونا كتسلط على ذاك الفريق، هذا هو اللي اثر على الرجاء. اما الرجاء تلعب مع وزم ولا تلعب مع الوداد ولا تلعب مع اي فريق، بالنسبه لها هي كتبحث على ثلاث نقاط باش تخليها في الصداره، وبالتالي ما كنضرش على ان التراتبيه. يمكن المكتب ديال الرجاء كيحاول يراسلوا العصبه او يراسلوا الجميع على قبل، وشوف كيفاش التراتبيه وزم كنا نلعبوا معهم الاولين عاد عطينا الوداد، ولكن هما بما انهم قبلوا انهم يلعبوا مع طنجة في واحد الظرف اللي بغاو يحاولوا يسهلوا الماموريه على لجنه البرمجه داخل العصبه فاش لعبوا مع طنجة، راه فهم خسروا. راه يمكن الراجل دخل بواحد الثقه كبيره في النفس، خسرات مع اتحاد طنجة مباراه اللي يمكن كنظن هي ما غنقولش مباراه الفصل لفريق الرجاء، ولكن مباراه اللي يعني في هذيك الهزيمه هي ما كانش خصها تنهزم فيها الرجاء، ولكن فريق الرجاء رجع فاز على فريق الدفاع السجادي، تعادل مع فريق الوداد، يقلب دابا على وزم ثلاث نقاط. كنظن باللي الجمهور خاصو جمهور ديال فريق الرجاء الان خاصو يبقى ملتف حول فريق الرجاء في البحث ديالو عن هذا اللقب، هذا اللقب ديال هذه السنه اللي غادي يبقى انا في النظر ديالي غادي يبقى مسجل في التاريخ، على اعتبار ان هذه البطوله هذه عرفت الكثير من المتغيرات، منها على الخصوص كورونا فيروس اللي رخات الظلال ديالها ووقفت البطوله في شهر مارس وعاود تأنفنا في شهر 9. كنتمنى على ان جموع ديال الرجاء يبقى ملتف حول فريق الرجاء، فريق ديالو اللي دائما كنظن كان غادي في واحد سلسله نتائج ايجابيه بطريقه مزيانه، ولكن يمكن التوقف وكذلك داك كنتكلموا على يعني الاصطغال ديال النتائج الايجابيه كتخليك دائما رغم انك كل يومين ثلاث ايام كتلعب مباراه، كان من الممكن ان فريق الرجاء يبقى غالي في هذاك السير، ولكن كره القدميه هذه. وكنظن ان فريق الرجاء قبل هذه المباراه يمكن كان الكل كيقول بان فريق يعني السلامي عنده جميع اللاعبين تحت الامراه ديالو باش يستحمل، وهذا هو اللي كندخل معك يوسف. الاثناء كان التوقع للتشكيله وانتصر مع جديده، قيل بانه يمكن يلعب نقومه في الديربي، يمكن يبدا الحفيظي، هل كنت تتوقع التشكيله بطبيعه الحال؟ بون ديفونس ما كانش كيتحضر عليها، بان بانه هو يركز على مالونغو وما بقاش كيدخل حميد احداد، ولا انه هداف دراجة كتيتولير، نقطه عدم بدايه عدم اشراك الحفيظي، ثم مساله بطبيعه الحال في هذه المقابله اشراك المكعزي والطريقه باش دخل الاثناء. هل الديبار كان هو هذاك ديال السلامي في نظرك؟ تفضل.
بي يمكن يبدا الحفيظ. انا بالنسبه ليا المسائل اللي دار السلامي في المباراه ديال الديربي هي اقرب للواقعيه من اي شيء اخر. علاش؟ مو التشكيله اللي لعبات امام الدفاع الحسن الجديدي وفاز على 3-1 ما يمكنش يبدل بعض اللاعبين لانهم الان خذوا لي روبير ديالهم بعضياتهم، خصوصا اللاعب المكعازي اللي الكل كان كيتكلم عليه. سجل هدفنا جديده ما يمكنش تحطو كما كنقولوا اون شونج با اون ايكيب كي كان السلامي مشى يعني بالمبادئ ديالو بلا روبير. يمكن نلقى حيدو دار شبيره، يمكن كيتيق بشبيره اكثر من نلقى لان دائما نلقى كيخلي مساحات وراء الظهر ديالو. كانت حاجه واحده انا كانت باينه ليا بان الحافظي ما غاديش يبدا كاساسي لانه غاب على فريق الرجاء الرياضي بداعي الاصابه. كان ما يمكنش يلعب الحافظي، شكون كان غادي؟ يمكن المكعازي، يمكن واش غيلعب المتولي، لان المتولي رغم انه دخل في هذه المباراه دخل كمهاجم ايمن ما دخلش كوسط ميدان، لان ممكن هو يديكروش، هو يديزون، هو تيدخل وسط ميدان ديكروش، هو حيت اللعب ديالو هذاك. ولكن لا ماشي هو من غير اللعب ديالو راه كي ديستابيليزي لو سيستيم عاوتاني الرجاء. اتونسيون هو ملي تيخرج ما تيبقاش جناح، ما كيبقاش جناح دايز لا يضروا ما جايش عند اكزاكتومون تاعت فيهم ما تيمشي مع لي زاتاكون بعدا فيهم كاملين تاعت فيهم ما تيمشي. دونك لا كرياتيفيتي ما كيبغي ما كيبقاش يدير الزبيده اولا المكعازي كيخليو ليه بحال اللي قلتي انت تكلم فهمتو لي لا دخلتي من التيران. نعم باش كيدخل الحفيدي شكل اخر. هادشي علاش الحفيدي باش لاعب باش كيبقى لاعب كبير هو انه كيعطي لا باس كيليميني بعض لي ديفونسور كيعطي لا باس وربيع بينه وبين بن حليف بينه وبين احداد. يمكن احداد ما دخلش من الاول لانه راه كان مصاب كانت عنده اصابه خفيفه في احد الحصص التدريبيه. هادشي علاش ما لعبش ضد الدفاع الحسن الجديدي وخلاوه باش يبقى فخي للمباراه ديال الديربي. وراه دخل المباراه ديال الديربي راه جاب واحد لا فالور اجوتي كانت كبيره. يمكن دابا كيعول على مالونغو كمهاجم اوسط قلب هجوم. راك شتي كانت كره واحده كان من الممكن انه يقلب المباراه لانه ديك الكره ديال راس كان من الممكن انها تسجل هدف. يمكن السلامي كيبقى وفي المبادئ ديالو. لا يعني ما يمكنش تحاسب الا في اخر الموسم على اعتبار انه كيجيري نوصل للبطوله ولكن كيحاول يوجد فريق يكون كومبيتيتيف. نصف نهائي كاس افريقيا اللي كتبقى من احد ابرز الاهداف ديال المكتب المسير لانه كنعرفوا عائدات ماليه في ظل الازمه اللي كيعيشوها ماشي غير الرجاء كتعيشها جميع الانديه المغربيه بفعل تواجد الكورونا فيروس داخل المملكه المغربيه. ما بعد انتقاد كبير لجمال السلامي واختيارات ديالو، شنو رايك في هذه المساله؟ شوف حتى واحد ما عنده الحق باش يدخل في اختيارات جمال السلامي. علاش؟ لان يمكن كما كنقول لك دائما اللاعب اللي ما لعبش راه يمكن هو اللي غادي يكون افضل لاعب. كيقول لك لو كان دخل السلامي من الاول دخل الحفيظي من الاول اللي الفريد ما دار والو غيقولوا كيفاش هذا السلامي واش ما كيفهمش واش الحفيظي شحال هذه ما لعب ومدخلو من الاول. كل كيف ما درتي وحله لو لا لوجيك كتقول بان فريق ال11 الاولين اللي دخلوا مع جديده ربحوا خصهم مي ديماريو. يمكن نكاع عنده قناعات هو السفري يمكن شبيره افضل منه في هذه الايام الاخيره غادي ندخلوا شبيره عاد نشوفوا على حساب مجريات المباراه اش غتعطي وكيفاش غادي نتعاطى مع اش ممكن يطرا في المباراه ديال الديربي. وبالتالي فكنظن يمكن اللي كان عاتب عليه السلامي هو يعني التغييرات ديالو المتاخره. يمكن الحافظي كان ممكن انه يدخل قبل، كان تغيير اضطراري ديال شاكير لان تصاب فكان مفروض عليه يدخل عمر بوطيب، رغم ان عمر بوطيب كان زعما ما بيهش رغم انه شحال اللي ملعب. انا بالنسبه ليا دخول ديال الحافظي كان متاخر، كان من الممكن انه يزعزع شيئا ما وسط الميدان ديال فريق الوداد الرياضي اللي فريق الوداد اللي ما كان عنده ما يخسر. علاش؟ لانه لو كان خسر يقول لك اودي عندي انا غيابات كثيره، دونك لا بريسيون كانت على فريق الرجاء الرياضي اللي كان خسر يربح. ولكن عاوتاني راه الهزيمه ديال فريق الرجاء الرياضي لو كان في هذا الديربي هذا كان غيكون عليها تداعيات كثيره. هادشي علاش السلامي خرج داك الصريح ديال وحنا بالنسبه لينا
التعادل كيخدم فريق الرجاء لان الرجاء باقي الاولى وبالتالي فغادي يقلب على النار الحد مع وفد هذا ثلاث نقاط وكما كيقول لك المصير بينيتي مصير البطوله بينيتي في خمسه المباريات الاخيره في انتظار في انتظار ما ممكن انه اطرا من مستجدات على مستوى غنقولوا التحكيم لان جمهور الرجاء راه تبعته في لي ريزو سوسيو كان كيطلب غير ان الحكم او لا اي كان تحكيم ما يعني ما يكونش لي فافور يعطيهم غير حقهم ثاني فكنتمنى ان في الخمس دورات الاخيره انه التحكيم يكون في المستوى واللي عنده شي حق ياخذه باش ما نبقاوش ندويو بزاف هذا الحكم جا من هذا الفريق كاينه محابات كاينه حسابات باش دائما البطوله المغربيه تبقى عندها واحد المصداقيه باش ان شاء الله البطوله تكون يعني في الا بغينا نسوقوها بطريقه ايجابيه. هل هناك حرب وكلاء بالرجاء وتبعيه اللاعبين كما راج في ليله امس بعد نهايه المقابله وما راج الاخبار موراها وهذا وهذا كيجر من هنا وهذا راح تعدوا مع المدرب وهذا الاخر عنده شي لعبه باركين هل تتفق وانت متتبع هل هادشي كاين؟ تفضل سي الكره حميد امين الكره الان ولات تبيع وشرى الكره ولات لوفر الى دوموند انا كاجون مثلا جو سوي ان اجون انا كنقلب على الافضل بالنسبه للاعبين اللي كنتكلم بالاسم ديالهم كنقلب حتى على الربح ديالي يمكن تدوينه ديال احد الصحفيين اللي قال بانه هو ما لمحش بالاسماء ما عطاش سميه ما عطاش الاسماء ولكن شوف سا مونغاش كو لوي ما عطاش الاسماء يمكن احد المواقع المواليه ديال فريق الرجاء الرياضي تكلموا مع المدرب جمال السلامي وقال لهم انا حاليا ما يمكنش نخرج من المغرب لا ويخرج كاع مورا شنو المشكل اللي بغى يخرج ما لا انا جايك انا دابا كنعطيك لي دوني لانه قال بانه حاليا ما كيسمحش لي الوضع ديالي العائلي انني نخرج نمشي نخدم على برا ولكن الانسان دائما كيقلب على الافضل انت راه كتقلب على الافضل انا كنقلب على الافضل الا كتغسالي لي الكونطرا مع نهايه الموسم الرياضي علاش لا ما نقلبش لان هذا هودي الى جا للرجاء راه في اطار على انه المباراه يعني العقده ديالو غتسالي شاصه من حقه انه يقلب على الافاق اللي كتماشى مع الاهداف ديالو مع الحلم ديالو وبالتالي الى مشى السفري مع السلامي يعني يسون ابروشي باسكو علاش باسكو تعرف راه كنتبع المواقع وكنشوف القنوات المصريه والعربيه والاماراتيه الكل كيتكلم على السفري وكل كيتكلم على جمال السلامي في هذا الموسم الاستثنائي ديال الرجاء سواء النصف النهائي مع الاسماعيلي في كاس العرب ولا انه فريق الرجاء هو الاول في البطوله وكيتكلموا كيقولوا بان جمال السلامي فهو خلى البصمه ديالو والاسهم ديالو كتطلع وبالتالي فاي فريق ممكن انه يقلب باغي يعني يتعاقد مع مدرب في المستوى كيف كان جمال السلامي انا ما كنشوفش على انه زعما سيتي فوت بروفيسيونيل بانه فريق مثلا قطري الى ابروشي سفري وجمال السلامي على اساس انه يجيو انا بالنسبه لي مساله عاديه بالعكس كتشرف فريق الرجاء لان فريق الرجاء فيه واحد جوج المدربين وجوج اللاعبين سابقين في الرجاء الا انهم يسون كونفواتي يسون كونفواتي في دول الخليج ولكن كاين ناس اللي كيقولوا بان علاش خرجت هذا الخبر دابا الان مثلا الكره هي هذه شوف فريق كبير كيعيش تحت وطأة الاشاعات تحت وطأة الضغط وهذا الشيء اللي عطى الله لانك كنتي فريق ما غنقولوش عادي ولكن كنتي فريق اللي ما غير متابع اعلاميا بالشكل اللي كتتابع فيه فريق الرجاء غادي شي واحد غادي يجي عندك يقول لك اودي ماشي مشكل اما التدوينه ديال الو يوسف شمع الخط غادي نرجعو عنده بطبيعه الحال يوسف الشني اللي بطبيعه الحال هو صحفي راديو دوزاب ومشهور بتتبعوا لي اخبار وتفاصيل الفريق رجاء الرياضي تفضل يوسف وي سي حميد تقطع الخط تفضل قلت لك بالنسبه لي انا فريق قطري يبغي يتعاقد مع جمال السلامي والسفري بالنسبه انا كنشوفها مزيانه علاش لان كنظن باللي لو برودوي رجاء سواء السفري ولا السلامي عنده لاكوت
على المستوى الخارجي. دابا الطريقه باش تكتب الخبر احكا وانتوما كيفاش كتقاتلوا على البطل وكتفاوضوا هذه الالات، علاش؟ لان انت غيجيك واحد العرض رغم انك فواحد المحطه، الا جاك واحد العرض ما تقولش لهم لا انا فواحد المحطه ما تكلموش معايا، لا هذه. ولكن كنظن من الاخلاق انا بما انني زعما المعرفه ديالي المقربه من جمال السلامي وكذا كيسفري، كنظن على انهم الان الشغل الشاغل ديالهم هما فريق الرجاء الرياضي، والنتائج اللي من الممكن انها تسعد جمهور ديال الرجاء، اولا على مستوى البطوله وكذلك على مستوى كاس عصبه الابطال الافريقيه اللي كيبقى من يعني من اهم الاهداف ديال المكتب المسير ديال الرجاء اللي كيبحث عن موارد ماليه باش يحاول يخلي الجروب منسجم ويحاول دائما يعني يوفي بالكلمه ديالو انفير لي جوار، لان الله يحسن العون اللاعب دائما كيبقى المدخول ديالو هما لي بريم، هما لي بريم سيناتور، هما لي بريم ديال الماتش. كنعرفوا حنا كمجتمع مغربي لاعبين المغاربه كيكون دائما عندهم مسؤوليات على المستوى الاجتماعي العائلي وهذا، فكنظن زعما سي لي جوتين بانهم يطلبوا الفلوس ديالهم. تعرف المكتب المسير كيقلب على الموارد ماليه اضافيه باش يحاول يخلي هذا لي جروب اللي كاين داخل نادي الرجاء، لان فريق الرجاء الان فهو هو الاول في البطوله، المصير ديالو بينيدو، وكيقلب على كيفاش غادي يحاول يحافظ على المركز الاول في افق هذه الخمسه المباريات. شوفوا كيفاش غادي ويلي غندير لك في هذا. 27 تسعود امام سريع وتزم، 30 تسعود امام المولودية الوجدية، احد اقوى فرق هذا الموسم. والذي اتفق مع السي حسن مرزق اللي سحب لي ما قريتش رايه بان من بعد كورونا تعرض لمجموعه من الاشياء اللي خصها نقاش فريق المولودية الوجدية. نعتبر كان يوم احد 14 بطبيعه الحال، اولمبيك خريب يوم 17 نعتبر كان لعب على البطوله، موليت وجدي تحسين الترتيب وتكون مع مراكز اولى، سريع وتزم تفادي النزول، اولمبيك خريبكا تفادي النزول، وفريق جيش ملكي تحسين المراتب، وكيبقى دائما كلاسيكو شئنا ام ابينا 11/10، وهو ما يقال بانه يكون اخر يوم قبل نهايه البطوله، لان على حسب اجتماع الجامعة والعصبه مع رؤساء الانديه يوم 12/10 هو اخر يوم في البطوله. كيفاش كتقرا الكالندري دراجه؟ كنظن زعما بالمقابله الاخيره اللي قلتي ديال رجل جيش، الرجل الجيش غادي يكون كلاسيكو، ولكن كنظن على ان المسائل غادي تحسم قبل من المباراه ديال الرجاء والجيش. هذه هذا الاعتقاد ديالي الشخصي. انت الا بغيتي دي شامبيونا خصك تفوز على الفرق اللي كتلعب لو هو دو طابلو. بون يمكن الرجاء تعادلت مع الوداد، بقات لك وداد وبركان، خاص نو سيلمون تربح هذه الفرق. علاش؟ كفريق الرجاء الرياضي خاصك تربح هذه الفرق على الاقل الا بغيتي تمنى انك ضمن مشاركه افريقيه الموسم المقبل. هذه بغض النظر على انك بغيت تفوز بالبطوله وتحقق المطلب الشرعي ديال جمهور الرجاء اللي كيشوف بان فريق الرجاء هو الاحق بالفوز بالبطوله. فإلا بغيتي الا كنتي كتسمى انك فريق كبير فخصك تربح المولوديه، خصك تربح بركان، اما فريق وزم فإلا ما ربحتيش كنظن انك ما كتستحقش انك تكون بطل المغرب. وبالتالي ف هاد يعني الترتيب ديال هاد اللقاءات هادو كنظن ان فريق الرجاء المصير ديالو بينيدو. المباراه ديال الجيش غادي تبقى، انا كنظن والله اعلم انا ماشي كنتبع، ولكن كنظن على انها غتبقى مباراه شكليه، لان مصير البطوله غادي تحسم قبل من دورات 26. هادي انا كان هادي كان هادي متيقن منها، لان علاش؟ لان فريق الوداد عنده مباراه مع فريق المغرب التطواني يوم الاحد، مباراه صعبه، مازال عنده مباراه في اخر المباريات ديالو من الفتح. فريق المولودية الوجدية لعب اكثر لقاءات، يمكن دابا ارتاح، يمكن ارتاح، ولكن واش غادي تعود عليه بطريقه سلبيه على عطاء بعض اللاعبين وكذلك المدرب بن شيخه؟ واش هذا لو روبو واش غادي ياثر عليهم ولا لا؟ فريق الرجاء غادي يستغل هذه المساله ولا لا؟ فريق الرجاء غيلعب مع نهضه البركانيه، إذا بغيتي تكون شامبيون خصك تربحو، ما ربحتيش بلا ما تبقى تبكي في الاخر. وبالتالي فكنظن على ان فريق الرجاء، عاود كنقولها بان المصير ديالو بينيدو، خاصو يربح جميع المباريات إذا بغى يفوز بالبطوله، وهادشي اللي عطى الله، لان
الكره هي هذه، انت عندك يلا نقطه وحده باش فايت وجده، عفوا باش فايت الوداد وباش وجوج نقاط باش فايت بركان. الا بغيتي على الاقل على الاقل من غير البطوله، الا بغيتي تاهل لعصبة الابطال الافريقيه فخصك تربح هذه المباريات ما بدون انتظار ما ممكن انه يقول اللقاءات الاخرى. وهذا هادشي اللي عطى الله ضغط كبير على فريق الرجاء، ولكن الفرق الكبرى فعليها ضغط كبير، واللي كتكون كبار فهو اللي كيعرف كيفاش يجيري الضغط ديالو خصوصا في المباريات الاخيره. يوسف الشاني احييك وكنشكرك انك كنتي معنا في هذا المباشر. شكرا شكرا حميد. شكرا سي يوسف الشاني اللي كان معنا في هذا المباشر بطبيعه الحال. كنشكر كثير الاخوه اللي تابعونا خلال الحصه، تحياتي لكم، نهايه اسبوع موفقه، تحيه خاصه سي محمد اللواح اللي كان معنا ورا الكاميرا، الى اللقاء. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.